متأخر ماله بالعادة؟ يا ترى وينه؟ أكيد راح على المسرح يعمل بروفا. أكيد هو. ألو؟ صباح النور. مين حضرتك؟ أهلين مدام، أهلين مدام هناء، يا هلا يا هلا. أنت السكرتيرة أمان؟ شو أخبارك؟ كيف المدير معك؟ آخ يا مدام، شو بدي أحكي لك لأحكي لك؟ أحكي، عم يعذبك؟ كتير يا مدام كتير. قال شو بدي اتذكر منك يا اسفرج لك، العبد بقصة. شو ما عملت له ما بيرضي، مرتبت له كل اموره على احسن وجه ومنظمت له اجتماعاته ومواعيده واوراقه، وبحياتي ما سمعت منه كلمه شكر. ما في غير بيتنتور فيني. جميل هذا طبعه، ما بحب يدلل حدا، بس هو معجب فيكي وبشغلك كتير. صحيح مدام، هو قال لك انه معجب فيني؟ ايه هو قال لي وبيمدح فيكي كمان. يا ريت لكان يا مدام تقولي له يفرد خلط، قصدي يفرد وشه شوي معي لما بيحكي، لانه على طول مكشر وبس معيها مع درويش بيضحك وانا بحط العقده. ايه تكرم عيني، اعطيني اياه لكان لاحكي معه. ما اجا؟ وينه؟ ما خبره؟ ما خبرني، بس بجوز يكون بالمسرح. بالمسرح؟ اجوا على الحكيم، معقول يحضر مسرحيه الصبح؟ اكيد عنده موعد مهم وتاخر فيه. بتريدي شي مدام بلغه اياه بس يجي؟ لا شكرا، ببقى انا بتصل فيه بعد شوي. إيه ما قلتي لي شلون امي؟ ايه الحمد لله، سلمي لي عليها كثير. الله يسلمك، مع السلامه مدام. المدير معجب فيني وما عم يقول لي. اكيد اكيد مش عم يدللني. يا ترى شو عاجبه؟ شعري ولا عيوني ولا منخاري ولا وشي كله؟ يلا لك شو ما عجبه يعجبه، المهم معجبه بس. يا رب يا رب تحقق يلي ببالي يا رب. استحي على دمك وفيقي من اوهامك. الرجال متجوز وعنده اولاد ومرته حلوه وبيحبها وبتحبه، لا تتعلقي باحلام ما رح تتحقق. يبعت لك حما، ما رح تتحقق. صباح الخير استاذ. ليش تاخرت؟ يعني وين كنت؟ شو هالسؤال؟ انا مرتي اللي هي مرتي ما بتسالني وين كنت. عفوا استاذ انا اسفه، ما قصدت، يعني انا بس حبيت اني اطمن. على شو بدك تطمني؟ عليك استاذ. شو انا ولد صغير ما بعرف اجيب البيت للمديريه؟ لا يا استاذ انت كبير، كبير كثير، اكثر ما بتتصور كبير. انسه امل شو بدك تقولي؟ عفوا استاذ، بس بدي اقول انه المدام اتصلت وسالت عنك. انو مدام؟ ليش كم مدام عنده؟ معقوله يكون متجوز سنتين؟ يعني بالمستقبل رح يكلي درتين؟ ولو ما بيهمني، يكونوا ثلاثة كمان، أنا بنزل الرابعة. وين سارحة؟ عن زيت مبارحة وين سارحة؟ سألتك أنو مدام سألت عني؟ ها؟ ما بعرف أستاذ، يا الأولى يا الثانية يا الثالثة، بس المهم ما تكون الرابعة. شو عم تقولي أنت؟ شو عم تقولي؟ أستاذ مدام هناء اتصلت وسألت عنا، ولو مسبق لك دقيقتين كنت حكيت معها. عيدي عيدي عيدي، شو قلتي عيدي؟ عيدي. مدام هناء اتصلت فيك وسألت عنك، ولو مسبق لك دقيقتين أستاذ كنت حكيت معها. مين مدام هناء؟ مدامتي أنا؟ لا مدام، طبعا مدامتك أستاذ، بس ما بعرف شو رقمها وشو ترتيبها. طيب شو كان بدها مني؟ ما قالت لي أستاذ، قال هي بترجع بتحكي معك. طيب ما سألتك عني ليش تأخرت؟ ليش لهلا ما أجيت على المكتب؟ بلا سألتني. إيه وأنت شو قلتي لها؟ اطمن أستاذ، حط إيديك ورجليك بمي باردة، قلت لها إنك بالمسرح. لك في حدا الصبح بيروح على المسرح؟ استاذ يعني مو ضروري اللي يروح على المسرح يروح مشان يحضر مسرحيه يعني. لك شو بده يسوي؟ يلعب فوتبول؟ لا استاذ بيعمل بروفا مثلا. خلي درويش يجيب لي قهوه. هوا استاذ. هوا يطيرك. هناء اتصلت فيه مالها بالعاده قليله لتعبدها. يا ترى شو بدها؟ معقولة تكون بلشت تشك وتدقدس خطواتي وين بروح وين بجي؟ معقولة ليش لا؟ أكيد شغلة القرصة اللي على رقبتي حركت فيها مشاعر الغيرة. صحيح يعني هي ما حكيت ولقيت تفسير للقرصة، بس أكيد ما لها مقتنعة بهالتفسير 100%. يا حلو، معناتها غرزت الصنارة. طب بلكي كان طالبتني لشغلة تانية، لا سمح الله يكون صاير معها شي مشكلة أو كمان وارد. أحسن شيء اتصل فيها وأحكي معها. لك لا خلي
شو بك؟ شو بلسانك؟ شو بيصير لك لما بتكوني عندي بالمكتب؟ إلك وحدة أستاذ. شو هاد؟ هاي معاملة المطبوعات جاهزة من مبارح. أنت مبارح وين كنتي؟ وين بدي يكون؟ بالمكتب أستاذ. بدون كذب سألت عنك ما لقيتك أنا. يمكن رحت على الديوان. وضليتي بالديوان لآخر الدوام؟ أستاذ بيقولوا إذا الكذب بنجي صدق أنجى وأنجى. الصراحة أنا اضطريت روح على البيت الساعة 12 مشان أولادي. هيك؟ مين سمح لك؟ من مين أخذتي إذن؟ يا أستاذ حط حالك محلي، يعني شو بتساوي؟ يعني صحيح أنت قلت لي لاقي حل لهذا الموضوع، بس والله ما لقيت. جارتنا اللي كمشت جوزها عم بيخونها تركت البيت وراحت، وأمي قعدت عندي يوم واحد بس وراحت وتركتني. طيب أنا شو ساوي بولادي؟ قلي. قلتي لي جارتكم تركت بيت جوزها؟ شايف على هالقصة يا أستاذ؟ يعني لساتها بتغار عليه؟ بتغار عليه من الهوى الطاير. ماشي، لكان هالمرة سماح، بس مو مشانك، مشان جارتكم، لأنه بتغار على زوجها. الله يخليك يا أستاذ، يا عظيم، يا رائع، يا شوفي شوفي أستاذ، في عرقبتك. إيه صح، هي قرصة نحلة. قرصة نحلة، غطيها منيح أستاذ، لأنه إذا شافيتها مرتك ما رح تصدق إنها قرصة نحلة. لا تخافي، شافيتها وصدقتي. نيالك معناها مرتك عاقلة، غير مرة كانت قومة الدنيا وقعديتها. قعديتها؟ قال بيدري يدري، واللي ما بيدري بيقول ما قعديتها. شوفي من هون لأسبوع مشان أولادك رح أسمح لك تطلعي من الدوام الساعة 12 الضحى. يكتر خيرك يا أستاذ، يكتر خيرك. بس تعي لك الله يرضى عليك، هي شغلة قرصة النحلة خليها سر بيننا، ما بدي تحكي قدام حدا لا شافيتها ولا قعديتها ولا أنه في شي على رقبتي. حاضر أستاذ، سرك ببير غميق. بس كأنه مع التأتأتي ما شو ما بقي لي وهرة؟ لا، قرصة نحلة وبير غمي، شو القصة؟ تمام. شو؟ تعي لقلي طمنيني شو صار معي؟ بخصوص شو؟ لك مشان عقوبتي عاقبني بإجازة لمدة ساعتين كل يوم ولمدة أسبوع. عم تحكي جد؟ طبعا جد. وشلون؟ شلون؟ هاي ممكن احكي لك اياها بعد 20 سنة. اوف، وليش كل هالقد مستعجلة؟ لانه حبيبتي بعد 20 سنة ممكن الواحد يفضح بعض الاسرار الخطيرة. كيلو باذنجان ب70 ليرة، وين صارت هاي؟ وين؟ اشتري كوسة ارخص لك، الكيلو ب65. قولي على حظي. مرحبا عبورة. اهلا اهلا، وينك لهلا؟ باركي لي يا هلا، باركي لي. الف مبروك. بس على شو؟ اقلي هاتي لسو نقرا ونشوف على شو من مبارك. بس انت مبروك مبروك مبروك. مبارك فيكي وعقبالك ان شاء الله يا هنا. شو عقبالي؟ الحمد لله، الله كافيني. ما بدك تجيبي لهم اخت حلوه للاولاد؟ لا اخت ولا اخ، قلت لك الله كافيني. تفضلي. لا تصوري يا هنا قد ايه مبسوطه، حاسه حالي رح طير من الفرح. يا ستي الله يتمم عليكي ويبعث لك صبي يا رب. صبي بنت ما فارقه، المهم صار عنده نعيم ولد. هلا ما عاد فارقه معي، روح يطق حكي مع النسوان قد ما بده، واذا بده يطلع معهم كمان. المهم صار عنده ولد يرجع اخر النهار على البيت. هلا الولد يلي ببطنك بده يحافظ لك على جوزك؟ ايه، الولاد بتلعب دور كبير. وانت بترضي جوزك يطلع مع وحده ثانيه؟ ما برضى، بس شو بدي ساوي؟ يعني ما احسن ما يطلقني او يتجوز علي؟ يا لطيف يا لطيف يا مهش، تفكيرك محدود، ما كنت بعرفك هيك. بتعرفي لو كنت محلي وجوزي عم يفوت ويطلع مع وحده كنت ربطت الدنيا فوق راسه. هو شو عرفك انه جوزك ما عم يطلع مع وحده ثانيه؟ هدول الرجال ما لهم امان، ولا تغشك المظاهر. لا مها، انا بعرفه لجميل واثقه منه. صفلي منك لجوزك، انا جوزي عاجبني. الو جميل. أنسي أمل تعي لعندي. هو أستاذ. يطيرك. نعم أستاذ. ردي على التليفون. بس هذا تليفونك الخاص أستاذ. ردي عليه، ومين ما كان أنا مالي هون أوام. حتى ولو كان مدير عام. حتى ولو كان مدير عام مالي هون أوام، ردي. سكروا أستاذ.
خليكي هون مشان اذا رنت ردي. استاذ ممكن اعرف ليش حضرتك ما بدك ترد على تليفونك الخاص؟ هذا مو شغلك. مع مين عم تتصلي؟ مع جميل. وما عم يعلق الخط؟ لا عم بيرن بس ما حدا عم بيرد، الظاهر اكيد مشغول بشي شغله مهمه ولهلا ما اجى على المكتب. لهلا؟ ابصر مع مين غطفان لهلا. استاذ هذا تليفوني عم يرد الحروف. رد ردي من عندي من هون، حتى لو كانت مرتي قولي لها ماني موجود. يلا الو؟ اهلين مدام هنا؟ لسه ما اجا. ولا اتصل؟ لا ما اتصل. بتعرفي مدام؟ انا كتير 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 قلقانة عليه وخايفة يحكوا معي من الوزارة وما يلاقوا. تقبريني طولي بالك، ما صار شيء، اكيد هلا خمس دقايق وبيكون عندك بالمكتب، اكيد انشغلوا بشي شغلة، لا يغلى قلبك حبيبتي انتي. على كل يا مدام، يا ريت إذا حكاكي يعني تتصلي فيني وتطمنيني. أهلين مدام، مع السلامة، يا أهلين. أنت ممثلة عظيمة يا أمل. عجبتك